عندما تشعر أنك اكتئبت مرة واحدة وأن الحياة أصبحت سوداء معتمة في نظرك، صدقني هي مجرد هرمونات، أنت بخير، فقط توكل على الله. نشرت هذا المنشور على صفحتنا في الفيسبوك لأجد تعليقات كثيرة تخبر أنها تشعر بهذا الشعور يوميا وليس مرة واحدة، فلا تعتقد أن ما يمر به هرمونات بل تعتقد أنها مكتئبة. ف90% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب ظهرت عليهم أعراض الكسل أولا، لذلك دعني أخبرك هذا الأمر. ليس غريب يا صديقي أن تمر عليك أيام كاملة تشعر فيها أنك لا تريد فعل أي شيء، تجدك تترك كل الأمور التي لابد أن تنجزها، حالة من السكون، ربما تكتفي بتصفح هاتفك المحمول. باختصار تشعر بأن الكسل يتملكك. كلنا مررنا بهذه الحالة. فإذا كنت تسكن في عمارة بها 100 شخص، اعلم أن 7 أشخاص من نفس عمارتك مصابين في الاكتئاب. فالاكتئاب مرض مصاب به أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، 7% من سكان الكرة الأرضية، وهذا دليل أننا محاطون بالمكتئبين في كل مكان. لذلك أرجوك استمع لهذه الدلالات التي إن وجدت بك فأنت لست مجرد كسول. وأريد أن تخبرني في التعليقات كم نقطة أو كم عرض ظهر عليك أو تشعر أنه يوجد بك. أنا حالي مكتئب كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. العرض الأول، لا شيء يحفزك. إذا كنت كسول يكفيك بعض المقاطع التحفيزية أو بعض الكلمات من صديق تثق به أو حتى بعض العتابات من ضميرك لتقف مجددا وتمضي في حياتك، لأن الكسل يعتمد على نشاط الغدة الدرقية، وتحدثنا في هذه النقطة بشكل علمي مفصل في هذه الحلقة هنا أو هنا. ولكن إن كنت مكتئب لن يحفزك شيء. أشرح لك الأمر على السريع علميا. هذا دماغك، المنطقة هذه تسمى الأميغديلا، هذه المنطقة التي تشعرك بالمكافأة وتحذرك من المخاطر. في الاكتئاب تحفز هذه المنطقة بشكل كبير جدا، لذلك تكون في حالة يأس تام. طبعا هذا الجزء يرتبط بمناطق كثيرة في الدماغ، مثلا في الهيبوكامبوس الذي له دور في الذاكرة، فالمكتئب ذاكرته ضعيفة. هل أنت كذلك؟ 8 4 5، أبقي هذه الأرقام في عقلك. أيضا ترتبط الأميغديلا بمنطقة الميديال بري فرونتال كورتكس التي لها علاقة بالتوتر، فالمكتئب متوتر كثيرا. هل أنت متوتر دائما؟ أذكر الأرقام التي أخبرتك بحفظها قبل قليل، إذا نسيتها ولا تتذكرها فهذا يعني أن لديك ضعف في الذاكرة ولست مكتئب على الأغلب. فإذا كنت طالب علاماتك منخفضة بشكل ملحوظ على غير العادة وتعاني من الحزن الدائم ولا تعلم السبب، فأنت على وشك أن تصبح مكتئبا. العرض الثاني، لا تستطيع أن تفهم نفسك. يقول أحد الأطباء النفسيين، المكتئبون لا يعلمون سبب اكتئابهم ولا يستطيعون فهم أنفسهم وسبب حزنهم، فقط شعور متواصل بالاختناق والانطفاء الدائم عن الحياة وعدم الرغبة في فعل أي شيء. يعني لا تفهم لماذا أنت حزين مثلا، لا يوجد سبب واضح لحزنك، مثلا فقدت شخص أو فقدت شيء معين، فيعيش في هذا الشعور ربما لأسابيع أو شهور أو سنين بدون أن يفهم ما الذي يجري له. أبسط لك الأمر علميا، لماذا المكتئب حزين؟ نرجع للدماغ. هذا دماغك هنا كما تشاهد، من هنا يفرز هرمون اسمه السيروتونين. هذا الهرمون تقريبا يتدخل في كل أجزاء الدماغ، هو المسؤول عن شعورك بالسعادة. يكون هنا إنتاج هذا الهرمون منخفض جدا لدى المكتئبين، لذلك يصاحبهم الحزن في حياتهم. في علاجات الاكتئاب يتم إعطاء أدوية لزيادة إفراز هذا الهرمون وأدوية لمنع عودته بعد إفرازه، وبالتالي السعادة المستمرة، وفورا يتوقف تأثير هذا الدواء يعود الدماغ والشخص لطبيعته الحزينة. طبعا هذه الأدوية لها طابع إدماني، فسبحان الله الذي خلقنا في أحسن تقويم والذي جعل هرموناتنا تفرز بشكل متناسق ومتناهي الدقة. العرض الثالث، تشعر أن كل شيء أصبح باهتا. كل الأشياء التي كانت تسعدك في الماضي لم تعد كذلك، لم يعد يسعدك الحديث مع الأصدقاء، لم يعد يسعدك الجلوس مع العائلة وقت الغداء مثلا، فتجد المكتئب منطوي على نفسه، منعزل اجتماعيا. فهل تحب أن تمضي الوقت مع الأصدقاء أم تفضل الجلوس دائما لوحدك؟ العرض الرابع، لا تبهجك الإنجازات. لا تهتم جدا إن نجحت في اختبارك أو رسبت، إن نجحت في عملك أم فشلت به، لذلك تجدك لا تنجز ولا تنتج ولا تفعل أي شيء، أنت خامل. في أمريكا دراسة جاء فيها أن مليارات الدولارات يتم خسارتها سنويا بسبب ضعف إنتاج العمال المصابين بالاكتئاب، فتجد الشركات الخاصة خصوصا تطرد الشخص المكتئب أو من يوجد عليه دلالات اكتئاب، لأنه يؤثر على الشركة وإنتاجيتها ويؤثر على باقي زملائه في العمل. طبعا مسألة الطرد هي مسألة أخلاقية لا نريد التباحث بها الآن. العرض الأخير،
التفكير في الانتحار. الاكتئاب هو ثاني أكبر سبب للانتحار في العالم، ينتحر بسببه سنويا 800 مليون شخص، 77% منهم من الدول الفقيرة دعنا نقول. ولكن في المفارقة الغريبة أنه أيضا الأغنياء مصابون جدا بالاكتئاب وينتحرون. مثلا هذا الممثل الهندي وجدوه منتحرا في سقف غرفته، في مروحة سقف الغرفة، وبعد التحقيق في قضيته من قبل الشرطة وجدوا أنه كان مكتئب من 6 أشهر. وهذا الممثل أيضا الأمريكي هو اشتهر بأدواره الكوميدية، ولكن أيضا وجدوه منتحرا بعد معاناته مع الاكتئاب. بغض النظر، لو سألتني يا محمد لماذا الناس تنتحر برأيك، يعني أخبرك أن أعلى نسبة دخل في العالم توجد في السويد، إذا كنت تعتقد أن الأمر مادي. وأعلى نسبة انتحار في العالم أيضا توجد في السويد، لأنه ببساطة 82% من الشعب السويدي ملحد حسب موقع البي بي سي. وهذه نظرة للأمر من زاوية مختلفة، أتركها لك لتنظر لها وتتمعن بها. المهم لا نتكلم في موضوع الانتحار بشكل مفصل، ولكن هو عرض من أعراض الاكتئاب. إذا ظهرت عليك بعض الأعراض التي ذكرناها، اعلم أنه مرض مثل باقي الأمراض. إذا استعنت بالله على الشفاء وذهبت إلى الطبيب المختص فستشفى بإذن الله. لذلك أولا يا صديقي، أريد منك أن تخرج من العالم الافتراضي الذي تعيش به. نعم، مواقع التواصل الاجتماعي هي واحد من أكبر أسباب الاكتئاب في العالم. ومارك الفترة الأخيرة يعني ظهر لنا بفكرة عالم افتراضي جديد، يعني الله يستر من أثاره الجانبية. وقبل ذلك اليوم عند آية في القرآن الكريم جعلتني أعيد التفكير في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل هذا الوقت الذي تجلس به على هاتفك ستحاسب عليه. أكلمك بصراحة، أنا شخصيا لا أكاد أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي إلا وأخذ أثر صورة عابرة، مقطع عابر إلى آخره. تمنيت مرة أن أتصفح هاتفي دون أن أخرج بأثام، فما بالك بالذي يمضي ساعات طويلة على تلك المواقع. فوالذي نفسي بيده لا يمضيها إلا في الآثام إلا من رحم ربي. ثم يأتي ويشتكي بكم هو ضائق وحزين. يا أخي، إذا عرف السبب بطل العجب. فكن متوازنا في حياتك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. طبعا استيقظت من النوم قبل قليل وأصور لكم هذا المقطع حتى نبقى على ميعادنا يوم الجمعة، فلست حزينا أو مكتئبا، فقط يعني ناعس أو متعب يعني ربما.